السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم طريقة العيش الفينو بطريقة سهلة ومبسطة، يا رب ان شاء الله ينول اعجابكم. وما تنسوناش بقى يا حبايبي باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اي اشعارات جديدة من الحاجات اللي احنا بنعملها، يا رب ان شاء الله تنول اعجابكم. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بينا الوصفة بالمقادير بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقدم معاكم طريقة العيش الفينو. معانا المقادير: كوباية مية دافية للعجن، نص كوباية لبن دافي، معلقة صغيرة خل، نص معلقة زيت على زبدة، بيضتين بيض، نص معلقة ملح صغيرة، معلقة بيكنج بودر صغيرة، كيس خميرة. يلا نبدأ. بسم الله، صل على النبي، ونقول بسم الله، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نخمر الأول الخميرة بتاعتنا، نشوفها عشان برضو التفاعل بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها كويس مع السكر. نبدأ معاكم بعد ما حطينا معلقتين كبار سكر مع الخميرة تتفاعل، نسيبها قيمة 10 دقايق لحد ما تخمر معانا وتتفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعاكم الدقيقة وست كوبايات دي لجميع الأغراض، بنستخدم احنا دي متعدد الأغراض. هنبدأ معاكم العجينة الخميرة بعد ما خمرت. هنبدأ الأول نحط نص معلقة الملح على الدقيق والبيكنج بودر، الحاجات الجافة، نقلب كويس. هنبدأ ننزل الزيت على الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عشان تخمر معانا العجينة ويبقى عيش كويس. نبدأ ننزل زي البيض، بيض البيض ده بيدي برضو حاجه كويسه معانا. الخميره بعد ما خمرت واتفعلت، نبدا نقلب كل المكونات معانا. معانا معلقه الخل، طبعا البيضه دي لدهان العيش مش هنقلبها دلوقتي، فيهم هنعملها للعيش للدهان. نبدا نقلب معاكم المية، بتسيب التدريج لحد ما العجينة تلم من النار. هنبدأ برضو نعجن بإيدينا، هنحتاج إيدينا في العجن. نلم العجينة وزي ما هي معانا، ممكن كوبايه كوبايه وربع حسب الدقيق ونوعيه. احنا كده ممكن ما نحتاجش الا كوبايه، ممكن حاجه بسيطه كوبايه. متهيألي مش هنحتاج كده، بدأت تلم معانا. عجناها لحد ما بقت طريه معانا ما شاء الله، لميناها. نبدا نقلبها في طبق نضيف بدهون زيت وندهنها دهنه من الزيت. نسيبها ونحطها بستريتشات. نسيبها اهي. يا حبايبي هنسيبها حوالي ساعة تخمر معانا.
ودي العجينة بعد ما خمرت معانا قعدت ساعة. نبدأ بقى نفردها الأول، نفضي الهواء، نفرش الهواء شوية دقيقة عشان ما تلزقش معانا. نبدأ نفردها، دي حركة مهمة عشان نبدأ نلمها رول وبعدين نقسمها. معاكوا حبيبي معاكوا قدر الإمكان نقسم العجينة حسب الرغيف، حسب الرغيف تبقى قد بعضها التقسيمة حسب الرغيف. معاكم ده نحس انها كبيرة شوية، خليها قد رغيف صغير حجم البرتقانة الصغيرة او الليمونة. كورناه وخلناه بالشكل ده، هنسيبه حوالي ربع ساعة يرتاح شوية ونبدأ نبطط كل رغيف لوحده. عملوا بتاع 16 كورة، هنبدأ بقى معاكم إن شاء الله بعد إيه 10 دقايق معانا بيضة لدهن اهوت بالصواني بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ معاكم هنبطط الرغيف بإيدينا كده. عايزين مستطيل جمعنا كده برضو على المواعيد، هنبدأ نلف رول رول بتاعنا الراحة خالص. نبدأ نقفل نقفل من الجناب برضو عشان الرغيف معانا يتقفل. نبدأ نقفل كده، نحطه على الحته اللي احنا قفلنا منها، بناخد طبعا اللي خمرت معانا قبل اللي احنا بنحطينه في الاخر. من جوه عايزينه برضو متساوي قدر الامكان. عشان الرغيف يبقى مرق معانا يا جماعه قدر الامكان عايزينه قد بعضه. عجينتنا نقفل الرغيف ونقوم كده رول ونحط على المكان اللي قفلنا كله معانا كده بالشكل ده. نبدأ نلف
نقفل الرغيف ونقفل بالجناب زي ما انتوا شايفين كده، زي ما كنا بتلف علبة هدايا او حاجة، ده نقول كده عشان نتأكد معانا ان هو قد بعضه. نحط عجنب لما يخمر ندي مساحة. نبدأ نقفل. وده بقى بعد ما احنا حطيناه خلاص، لفيناه العيش وحطيناه في الصواني وقفلنا عليه بالاسترتش اهوت لحد ما يخمر كمان ساعة، نبدأ نخبزه. نولع الفرن بقى يسخن لحد ما ايه نخبزه ان شاء الله. بعد ما العيش خمر هنبدأ ندهنه بالبيضة بشوية لبن بحاجة بسيطة فانيليا ونقطة خل صغيرة، بس نحاسب برضه عشان خبران كويس ما نبوظش التخمير. نبدا معاكم ندخله على درجه حراره 200 في الفرن ونستنى عليه شويه قيمه نص ساعه نشوفه بقى. لو كده هنبدا بقى نخرج. مش خرج، بسم الله ما شاء الله، طري طري وجميل. بصوا افتح لكم رغيف تشوفوه، بسم الله ما شاء الله مورق وجميل ولا اي حاجه، طري جميل احلى من بتاع المحلات والمخابز. شفتوا من ورا جميل معاك اهو، عايزاكم تجربوه وتقولي رايكم فيه في الكومنتات. عيش جميل فينو متكلف وزي الفل ولا اي تكاليف فيه زياده غير المعتاد. اشوفكم على خير حبايبي، ما تنسوناش بقى بالاشتراك في القناه ولايك وشير يا حبايبي.